الأعمار اللي تحت عمر السنة نحن ما منركز كتير على السمنة، مع أنه منركز على عادات الأكل. طبعا الخطوة الأولى أنه هو اللجوء للإرضاع الطبيعي، هذا أكثر عامل ممكن يساعد أنه يتجنب السمنة بالمستقبل. معظم الأحيان بين عمر الأربع شهور وست شهور، وعادة نقدم ثلاث وجبات بالنهار، ونحاول تعويض الطفل على كل أنواع الأكل بما فيها الخضار، تجنب العصائر عند الأطفال والأشياء المحلاة، تجنب تناول الحليب خلال الليل بعد عمر ست شهور. الأطفال عادة بعد عمر بعمر الأربع لخمس شهور ينتظموا في النوم خلال الليل، على عمر الست شهور بتغير أطوار النوم عندهم فبصيروا يصحوا أكثر. فدائما الانطباع اللي بياخذوه الأهل إنه الطفل جائع، الطفل مش جائع، الطفل بس هو صحي بشكل طبيعي ولازم نعطيه فرصة يرجع ينام لوحده. لكن إذا الأهل ظنوا إنه الطفل جائع فبيلجأوا لإعطاء الطفل الرضاعة، فتصبح الرضاعة جزء مترافق مع النوم، فالطفل ما بيعرف ينام بدون الرضاعة.